أخبار المهرية باختصار: اغتيال ضابط يتبع ميليشيا ما تسمى حراس الجمهورية المدعومة إماراتيا في مدينة المخا غربي تعز. المسلحون أطلقوا النار على العقيد عبد الرب مطهر أثناء مروره من الخط الدائري شمالي المدينة. منظمة العفو الدولية تنتقد قرارا حوثيا بمنع النساء من العمل في المطاعم. المنظمة وصفت الإجراءات الحوثية بالمخزية والتمييزية. الفنان الكبير أيوب طارش يتهم مؤسسة 13 يونيو باستغلال حقوقه الفكرية والمالية. طارش نفى ادعاءات المؤسسة بشأن امتلاك هملة حقوق توزيع أعماله الفنية. مدرب ليفربول يورغن كلوب يضغط لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف النادي. 3 أندية تتنافس على مبابي، أبرزها ريال مدريد الذي يطمح لضمه خلال موسم الانتقالات الصيفية. الشرطة الألمانية تضبط مواطنا انتحل شخصية مراقب جوي بعد اختراقه لنظام برج المراقبة الجوية في المطار من منزله. الشرطة ضبطت أجهزة بث لاسلكية ذات ترددات لازمة للتواصل مع الطائرات. إلى اللقاء باختصار آخر.